صلي فقط. الصورة في المسجد تعني أن هذا البيت، هذا المكان، هذا مكان العبادة انطلقت منه الرسالة، ومنه يكون كل خير. الصورة والمصحف بين أيدينا معناته أن الراحة الحقيقية والطمأنينة والسعادة وكل خير في كتاب الله. أسألكم بالله، من أين جاء الائتلاف والرحمة والمحبة والرضا؟ وقولوا للناس حسنا في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل. ليش؟ لماذا يا رب؟ لتعارفوا، ما قال لتفاخروا. ثم جعل المعيار: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومدرسة من مدارسها قصيدة ترحيبية مع الشاعر حبيب العازمي. بلسان الأقصى ولدنا، من ربعنا اللي كل يقاف تحميه وتورث لجالنا اللي بعدنا، وحنا عتيبه حاضر المجد ماضيه من حيث كنا من بغانا وجدنا، منا وفينا الطيب توجد مباديه، منه استفاد أصله، منه استفاد أصله ومنه استفدنا. والطيب ظل عن يكسب المجد راقيه، وما رقونا فيه ولا قعدنا، لكن ما صعدنا نعديه، يا ما على رؤوس النوايب صعدنا. شرف معانيه ولو الوفا مقصودنا ما قصدنا، مع ربعنا اللي طيب طيبهم نفتخر فيه، حواطنا الهيله فخرنا سعدنا. وغازي مع قرانه بعيده مغازيه، وقلنا نشوفه من صفاته شهادة دنيا ودين، ونخبة اللي خاويه رموز علم ومعرفة في بلدنا، والطيب اللي طيبات هقويه، فالواجب نعتمده ويعتمدنا وزك السلاح السيد الخلق نهديه نبينا اللي يوم طعناه سدنا. ما شاء الله تبارك الرحمن على الحضور، والله يشكر مسعاكم ويجمل حالكم، يشهد الله انكم في عيوننا قبل المحل. يا مرحبا ومسهلا بالكل والجميع، يا هلا وغلا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ورد شكورا. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيع في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل، صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرت اليوم معي كنز وتحية ورسالة. أما الكنز فطالعته اليوم وسوف أعلنه في أول حفل، في حفل ابني الرائع غازي بن ربيع الذيابي الذي يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، في الصحيحين اهديكم هذا الكنز قولوه قبل النوم، خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ في ليلة، والمجد يا غازي الذيابي تدله وتغير الشاعر، تغير الشاعر بصوته يناديك، لو تستحي ما تجمع الطيب كله، وتغير الشاعر بصوته يناديك لو تستحي ما تجمع الطيب كله. أختم وأكرر تحيتي بالمشايخ وشعراء الوطن والأعيان.